ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع هنأ المجلس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بمناسبة فوزه في بطولة مون بازيغ الدولية للقدرة في فرنسا لمسافة 160 كيلومتر والتي توج سموه بلقبها بجدارة واستحقاق، منوها بما يوالي سموه تحقيقه من إنجازات رياضية تعزز مكانة مملكة البحرين في المحافل الرياضية العالمية. بعدها عبر المجلس عن أمنياته الطيبة لسعادة وزيرة السياحة خلال إجازة الأمومة. بعد ذلك هنأ المجلس جمهورية الهند الصديقة بمناسبة هبوط مركبة الفضاء الهندية في القطب الجنوبي للقمر متمنيا لجمهورية الهند المزيد من التوفيق في مجال الاستكشافات وعلوم الفضاء. بعدها قرر المجلس ما يلي: أولا الموافقة على المذكرات التالية: مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل لوائح وأنظمة الخدمة المدنية، حيث وجه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله إلى زيادة مكافأة الموظف المتميز لتكون بقيمة 3000 دينار، وذلك للتحفيز على التميز والإبداع وزيادة الإنتاجية في الأجهزة الحكومية. مذكرة مجلس الخدمة المدنية حول إعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بتعديل المادة الثانية مكرر من قرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، وذلك بتمديد قبول طلبات ترخيص البناء المعدة وفقا للاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف المناطق بمملكة البحرين بحسب القرار الصادر في العام 2009 لمدة 3 أشهر حتى 1 ديسمبر 2023. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بين كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين وجامعة شانديغار الهندية. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول الدعوة للانضمام إلى مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ. مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة للتطوير العمراني. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 9 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: مشروع جدول أعمال اجتماع الدورة 57% للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشاركة في قمة مجموعة البريكس حوار البريكس بلاس والتواصل بين دول البريكس وأفريقيا، المشاركة في القمة 3 لمنصة القرم الدولية، المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين، تقويم فعاليات مملكة البحرين للعام 2023-2024.